السلام عليكم، اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. معكم شيماء. النهارده هعمل معاكم كفته مشويه بتتبيله، بجد حكايه، طعمها حلو جدا، احلى من الكفته الجاهزه. تابعيني لحد نهايه الفيديو. طبعا بفكرك ما تنسيش تعملي لايك ومشاركه للفيديو لو عجبك. اول حاجه انا حطيت كده ميه بصل، يعني فرمت بصلايه في الكبه، خدت منها بس الميه بتاعتها، وحطيت البهارات، حطيت فلفل اسود وبودره ثوم، بودره بصل وجنزبيل، يعني نص معلقه من كل حاجه، وحطيت معلقه ملح صغيره، انا عامله كيلو لحمه مفرومه، وحطيت كمان حوالي 3 معالق او معلقتين كبار من العسل، هما كانوا اخر حبه فحطيتهم، وحطيت حوالي 3 معالق كبار من الزيت. عايزه اقول لك بقى ان التتبيله دي بجد حكايه، لو جربتيها استحيل هتغيري تتبيله الكفته المشويه بالطريقه دي. عملتها معاكم في فيديو التفريزات قبل كده، ومش بغير الطريقه، يعني هي الطريقه دي اللي انا معتمداها في الكفتة المشوية. انا على الكيلو وعلى كيلو اللحمة المفرومة بضيف فيكو واحد من خلطة كنور، وبضيف بقى البهارات اللي انتوا شفتوها، اللي هي بودرة الثوم، بودرة البصل، الجنزبيل والعسل والزيت، وبحط فيكو واحد من خلطة كنور. قلبت بقى كل الخلطة مع بعض، وهنا جبت اللحمة حطيتها في طبق كبير، وهضيف بقى عليها الخلطة وقلبهم كلهم مع بعض. ممكن بقى بعد ما تتبلي اللحمه بالخلطه دي تسيبيها شويه، او ممكن تشيلها في الفريزر، او ممكن تصبعيها وتشيلها في الفريزر وتطلعيها على التسويه زي ما عملنا في فيديو التفريزات، او ممكن طبعا تشتغلي فيها على طول. انا النهارده يعني عملتها واشتغلت فيها على طول، صبعتها، جبت الاسياخ الخشب دي، عملت يعني الصوبة على سخين، كنت باخد سخين بالشكل ده وبصبع، طبعا بتصبعي الحجم اللي انت عايزاه. صبعت بقى كل الكمية، وطبعا احنا متفقين وقايله لكم على السر بتاع ان اللحمة المفرومة ما تكشش خالص، او الكفتة ما تكشش خالص وانتي بتسويها، ان انتي تحطيها في اسياخ بالشكل ده، اسياخ خشب، اسياخ حديد، زي ما انت عايزة، يعني متوفر عندك. جبت بقى الجريل وحطيت عليه زيت بالشكل ده وسخنته، ده جريل بالكهرباء. ممكن طبعا تستخدمي اي طاسة متوفرة عندك، او ممكن تدخليهم الفرن وكل شوية طبعا تقلبي فيها. حطيت كده الاسياخ بالشكل ده على الجريل اللي بعد ما سخنت، وطبعا كل شويه بقلبهم كده على الجنبين لغايه لما تتشوى خالص وتستوى. كل شويه بقى بقلبها على الجنبين وبدهنها كده بزيت، ويا سلام بقى لو عندك حته ليا طلعيها تحطيها على الجريل او في الطاسه، بتدي ريحه حلوه جدا، وطبعا طعم حلو جدا للكفته. انا ما كانش عندي ليا، فبقيت كل شويه كده ادهنها بالزيت لغاية بقى لما استوت خالص. بعد ما الكفتة استوت طبعا هي مبتاخدش وقت خالص، حطيتها لهم بقى في سندوتشات فينو واتغدينا بيها. ما عملتش بقى بصراحة طحينة ولا عملت اي حاجة خالص، هي الكفتة وبس، وكان في كمان شيبسي، كالو شيبسي وسندوتشات كفتة. زي ما انتوا شايفين الكفتة يعني كل صوبة محتفظ بحجمه، ما قلش او ما كشش، وفي نفس الوقت بجد التتبيلة دي طعمها وريحتها حكاية. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك ومشاركه للفيديو. بقيه الوصفات اللي في الفيديو هسيبها لك في صندوق الوصف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.